تنقطع. النقصة لا بشكلها ولا بجيمتها، لكن سبحان الله يبقى أثرها في الوصل والترابط لآخر العمر. بالنسبة لي يعني هي اللي تفتح لي البيبان المسكرة، مو بس أحبها عشان أفرح فيها الناس كثر ما أحبها عشان أتعرف على الناس. في كل ديرة أروح لها لازم أتناقض حق أحد، بس اللي تفاجأت فيه إن النقصة مشهورة بس عند الخليجيين والعرب، عادة الأجانب والغربيين الأكثر الآسيويين فيهم هالجزئية، يعني يأخذون يعطون من بعض، أما الأجانب يستنكرونها، وإذا تنقصت شغلة يقولوا لي ليش؟ شو المناسبة؟ اكتشفت أنهم ما يتنقصون حق بعض إلا في أعيادهم اللي هي الكريسماس والأشياء هذه. أما إحنا عندنا نقصة على كل شيء، اللي ينزل بيت نقدم له نقصة، اللي توه متعرف عليه نعطي ندز له نقصة، اللي توها والدة نقصة، اللي نازل كل شيء له نقصة. طبعاً إحنا نقول نقصة بس هي مو نقصة، هي أكثر من النقصة. نعرفت النقصة برمضان أكثر لأن الناس تطبخ وتدز، لكن الحين صارت مو نقصة، الحين صارت توزيعات رمضانية تبدي أول أسبوع برمضان، وعادة ما تكون أكل، يا مطاطير يا ماعين، يعني هدايا عطور بخور، بس ما أدري، أنا أحس حالات النقصة برمضان أنها تكون أكل وتكون لقمة حلوة، لقمة صدق تفرح القلب. لما تدخل دولة شبه نائية كل المرافق اللي فيها تحسسك انك انت في عالم مختلف عن العالم اللي فيه، بس اللي يسهل عليك ويهونها عليك بساطة الناس، تلقائيتهم، حبهم حق التعاون انهم يساعدون بعض. اما لما تدخل دار الايتام تدخل في مود جدا مختلف، تشوف ايتام شفقانين على اي انسان يدخل عليهم، فلما جينا نطبخ لهم المواد اللي كانوا يستخدمونها، الأكل اللي كانوا يحبونه كان من الأشياء اللي إحنا نعتقد أنها سهلة في الإعداد، لكن اكتشفنا أن لا، ذوقهم مختلف، متطلباتهم، طريقة الطبخة، اللحم كان يستخدمون اللحم الغنم اللي على الجبال، يعني من أصعب أنواع اللحوم وأنشفها في الطبخ، فهذه تأخذ بالطبخ 3 ساعات. بعد ما خلصنا كل التحدي هذا مال الطبخ دخلنا في طريقة تقديم الأكل، هم كانوا عندهم طريقة مختلفة، الحلويات اللي يحبون يأكلونها، طريقة أكلهم أصلاً كانت مختلفة. كانت تجربة فريدة من نوعها، خاصة لما تبدي تدخل وتتعرف على هذه الشعوب وثقافتها. ثقافات الشعوب حد ذاتها تثريك، تعطيك بعد نظر حق أشياء أنت ما كنت تنتبه لها، تشوف زوايا إنسانية، زوايا يعني أخلاقية، قيم، تغير عندك مفاهيم واحد. المنتجات دايما ألقاها في مكاني، أغلب ماشلتي أخذها من مكاني. أنا قررت اليوم أن تكون نقصتي شيء مختلف عن اللي متعودينه. عادة نقصتينا يا هريس يا عيريش يا صاحب الجيمات إذا كانت يارتنا مشهورة بالجيمات. أحس أن مع السوشيال ميديا صارت الأطباق يعني كل يوم في طبق غريب،
وكل يوم في شيء حلو. طبعا ما نستغنى عن الاطباق الرمضانيه، بس هم ما يمنع ان لما تينا نقصه حلوه. يعني انا صراحه ازعل لما اشوف نقصه وتكتر كذي بالسفره ما تنوكل، ولاني احب اذوق فاستانس لما اشوف الايراني يبي لنا شيء حتى لو شيء اعرفه. وفي نقصات لا والله ما اطوفها، ادري ان هذه النقصه ما تطوف. فطبق اليوم مغربي ليكلاند، جودة منتجات ذكية لكل بيت. منتجات ليكلاند كد ومد. الأطباق المغربية شوي عندنا في الخليج وايد مشهورة. هذا الطبق هو طبق رئيسي، بس أنا قررت وحلو مالح، فقلت أحلى وشكله كذي مع طريقة تقديم مكسراته، خاصة بعد أسبوع من الطبخات التقليدية الناس تمل، فيكون هذا وايد أحلى إنه يتقدم ويروح نقصه. وهم حق الغبقات اللي تبي تسوي غبقة أو تبي تكشخ على حمولتها، ترى هذا الطبق وايد حلو. مقاديره شوي وايد وخطواته أكثر من خطوة، بس بالأخير وايد لذيذ. أهم شيء أنا عندي الدياي غسلته وقطعته، طبعا كل دياي 4 قطع. عادة اللي يطبخ ما يلبس جلافز ولا أنا، بس هذه الطبخة فيها وايد أشياء، والدياي من أكثر الأشياء اللي تلقط البكتيريا، عشان كذي أبيكم تشوفون شو بسوي. حطيت البصل، الزنجبيل والثوم، بقدونس وكزبرة فرمتهم، أهم شيء البهارات. وين بهاري؟ راح يكون عندي أكثر من بهار. كمون، فلفل أسود، بابريكا، دارسين، وملح، كركم. هذه بهاراتي. أكيد الكزبرة نسيتها، لأني أنا حاطة تقريبا 3 ديايات، فراح أكثر البهار. هذه ما راح توفي وياي، ببطلها. تقريبا راح احط قفشة او قفشتين تيبل سبون. بل اسكر مثالي. الدارسين وينه؟ الدارسين ملك المطبخ المغربي، فحاطة تقريبا قفشتين كبار. بعد واحدة عشان الحبايب. وهذا البابريكا، بس ديروا بالكم مو تغلطون وتحطون الفلفل الأحمر البودر. بابريكا وإذا مدخن بعد أحلى. بابريكا تقريبا راح ياخذ قفشة. فلفل الأسود، والكمون، طبعا الزنجبيل اللي يبي فريش يقدر يحطه، واللي يبي بودر هم يحطه. عادة المغاربة يستخدمونه بودر، أنا حبيته فريش، حسيت نكهته أحلى. هذا الكركم، وآخر شيء الملح. الملح عاد كل واحد وذوقه. من الحين باخذ الدياي اللي غسلته ونظفته وبحطه. طبعا الدياي بيلده، بخلطهم كلهم مع بعض.
كل ما كانت الدياية راحية يعني كيلو كيلو 200 كيلو 300 راح تصير أفضل. حطيت الدياية المقطع عليهم مع شوية زيت وقلبتهم عدل عشان تمتزج النكهات، وفي جدر حطيت الدياي مع كل خلطته على نار هادية، وكل 10 دقايق أقلبهم شوي عشان تستوي الدياي وتتحمر، وبنفس الوقت ينزل الماي منها مع ماي الخضرة، وبنفس الوقت تمتزج النكهات كلها مع بعض. وبس استوت طلعت الدياي وحطيتها في مشخالة. حطيت شوية ماي مع قشور البرتقال وقلبتهم لين بدت تذوب القشور، وقبل لا تذوب شوي حطيت عليها شوية شكر عشان يتكرمل. بجدر الدياي بقى باقي المروق، خليته على نار هادية لين ينشف مايه ويتكثف. عقب في بادية خلطت البيض ونزلته على باقي المروق وقلبته لين صار مثل العجة، وبس استوى شلته وحطيته في ماعون عشان يبرد. سحبت الدياي وشلت منه عظامه وحطيت عليه شوية من المروق اللي نزل منه عشان يعطيه شوية نكهة. وبعد هالخطوات زهبت كل شيء قدامي، حطيت الدياي المسحب والعجة والسمن والمكسرات اللي خلطته مع قشور البرتقال. طلعت ورق القلاش، دهنت بادية ستيل بشوية من السمنة، وهم دهنت ورق القلاش كل ورقتين مع بعض، ولبستهم في البادية بالعكس على شكل زائد. في القاعة حطيت المكسرات، عقب شوي من الدياي المسحب، وآخر طبقة كانت العجة. دهنت أطراف القلاش وسكرتها وقلبتهم في ماعون الفرن. كملت باقي القلاش والكمية اللي عندي بنفس الطريقة. بس استوت الباستيلا وزعتها في الصحون النقصة ورشيتها بالدارسين والسكر البودر واللوز. اللي مريت فيها واللي دخلت نفسي فيها للأمانة، إن أخلي أي أحد يسمعني يفهم تفاصيل الطبخة كنا قاعد يشوفني. برنامجين إذاعيين من أشهر قنوات الإذاعة عندنا في الكويت. أول واحد كان سهل لأنه كان كل حلقة معي ضيف يسولف عن طبخته، وأنا أحاول كثر ما أقدر أدخل بتفاصيل أخلي المستمع يفهم إن إحنا قاعدين بمطبخ وقاعدين نطبخ. أما البرنامج الثاني كان كله سوالف، قصص من حياتي، وآخر شيء تنختم بطبخة. كانوا اللي وياي صراحة من مخرجين ومعدين
ومذيعين أذكياء في اختيار المواضيع وايد ساعدوني، بس أنا اكتشفت إذا ما وقفت قدام الكاميرا مثل ما أنا واقفة قدامكم ممكن أنطلق بسوالف وخبرات أكثر. اللي فاجأني أنه نجح البرنامج وكانت نسبة الاستماع له كبيرة ويتني تعليقات وايد. أكثر شيء ونسني اللي سمعوني طبقوا الطبخات اللي سووها ونزلوها بوستات وسووا لي منشن عليها. يا رب نويتها وصل للخير في عمري والعيالي وهلي وناسي لين نلقاك. نقسم العادات اللي وايد حلوة نزرعها في عيالنا جيل ورا جيل، عشان كذي أنا أحرص إن دائما في كل مناسبة أعلم معاذ شغلة جديدة، ودائما أحس إن اللقمة أو النقصة فيها شيء يدخل القلب بدون استئذان، فعشان كذي نقصة اليوم بخلي معاذ هو اللي يدزها حق ليران. لا تقاس بالسنين بل بما استودعه الله في قلوبهم من خير العطاء والسعي على نشره.